على التراث قوي وبالضعيف رحيم وباليتيم حكيم الراشد العمري على التراث قوي وبالضعيف رحيم وباليتيم حكيم طبس من الخلفاء مكب ضياءه من بعد أن ضل الولاة وتاه ملك القلوب بعدله وبحزمه وبزهده والملك في يمناه الراشد العمري على التقاة قوي وبالضعيف رحيم اهلا بكم من جديد مع التجربه العمريه. احنا النهارده بنكمل حوارنا مع الداعيه الاستاذ مصطفى حسني عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب في سلسله حلقات التجربه العمريه اللي بداناها الحلقه الماضيه. اهلا بيك مصطفى، وانا سعيد بهذا اللقاء وسعيد برد فعل الجمهور، جمهور المشاهدين على الحلقه السابقه عن التجربه العمريه، وربنا ينفع دايما بيك ان شاء الله. وبيك يا عمر، ربنا يتقبل منك يا رب. لكن يعني في بعض الناس ما شافوش الحلقه السابقه. نعم. عايزين نعرف ملخص للبرنامج الانتخابي لسيدنا عمر بن الخطاب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا هنتكلم من رؤيه تاريخيه لقصه حياه عمر بن الخطاب كحاكم وليس كصحابي، وقلنا ان احنا الهدف من اللقاءات دي عمر ان احنا نعمل معيار للحاكم اللي احنا عايزين ننتخبه لبلادنا، ومعيار لاخلاق وسلوكيات وتصرفات المحكومين في اكتر واحلى وقت نشات فيه الحضاره الاسلاميه بمنتهى القوه. كان المره اللي فاتت ان سيدنا عمر بن الخطاب اول ما تولى بعد وفاه سيدنا ابو بكر الصديق عمل برنامج انتخابي وشرحه للناس بمنتهى الوضوح، مكون من 6 نقاط. النقطه الاولانيه، الناس كانت خايفه منه لانه شديد، فقال لهم ما تخافوش، طمنهم ان انا كنت شديد وقت لين النبي عليه الصلاه والسلام وقت لين ابو بكر الصديق، فانا كنت السيف بتاعهم، حبوا يستخدموني او يحطوني في الغمد يعني يقعدوني كنت بعض. دلوقتي ما فيش ابو بكر، ما فيش سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، فانا هيبقى عندي اللين والشده، هيبقى عندي الاتزان اللي هم كانوا خايفين منه. حاجه تانية قال لهم الشده دي، وطمنهم على الجانب الامني، قال لهم شدتي اللي انتوا بتخافوا منها بقت اضعاف الشده بتاعت زمان، لكنها على اهل الظلم، على الناس الطيبين والغلابه. اما على الناس المحترمه والناس يعني اللي بتبني في هذه البلد، فانا هحط خدي على الارض واقول لهم حطوا رجليكم على خدي من كتر تواضعي اليكم، فطمنهم على الملف الامني، انا هكون اقسى واكثر شده على اي حد يظلم الناس. حاجه تانية اتكلم عن الملف الاقتصادي وقال لهم ان انا هزيد في الاعطيات بتاعتكم، لانه دي دوله بتتبني فلازم ناس تكون مرضيه عشان تعرف تشتغل. حاجه رابعه اتكلم عن البطانه والحكومه اللي هيعينها، وقال لهم انا هعين ولاه هم اهل العدل والقصد، يعني ناس عندهم عدل، ناس عندهم حنيه، وفي نفس الوقت عندي اسلوب لمراقبه هؤلاء الناس، ولو ما عدلوش فيكم هنكل بيهم، ولو عدلوا معاكم انا هرقيهم وخليهم من المقربين. حاجه قبل الاخيره اتكلم عن العلاقه الانسانيه بينه كحاكم وما بين الرعيه، فقال فان غاب الناس في البعوث، الرجاله في الجهاد غابوا، فانا ابو العيال، وبدا يتكلم على علاقته بالرعيه بمنتهى الحنيه، واحنا عندنا حلقه كامله هنتكلم فيها عن عمر وقربه من الشارع. ثم الملف السادس في خطبه سيدنا عمر وبرنامجه الانتخابي اتكلم عن شيء يحب يشوف في المجتمع، الا هو القرب من الله. بدا يكلمهم يا جماعه عايزين نتزين امام الله يوم العرض الاكبر، يوم لا تخفى عنه خافيه، فعايزين نكون قريبين من ربنا. دي خلاصه بتاعت برنامج سيدنا عمر ابن الخطاب اللي كان بيوضح فيها قربه من الشارع وطمأنته للرعيه اللي كانت يعني خايفه من شده سيدنا عمر ابن الخطاب. في ناس يقولوا لك يا عم احنا فين وعمر فين؟ كمان احنا مش زي الناس اللي كانوا عايشين ايام سيدنا عمر ابن الخطاب. نعم. سواء على مستوى الحاكم ولا حتى على مستوى المحكوم زي زمان، ازاي ممكن نستفيد؟ هو الحقيقه ان السؤال ده ورد مع سيدنا محمد ومع الخلفاء ومع العظماء زمان، يقول احنا فين والنبي فين عليه الصلاه والسلام، واحنا فين او ابو بكر فين؟ مبدئيا يا جماعه ربنا لما قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، دي مش مبالغه. سيدنا محمد كان بيفعل بعض الافعال الاخلاقيه وفي علاقته بربنا عز وجل في الشعائر وفي اعماره للارض، فاحنا بنمشي على خطى سيدنا محمد، بنحاول نعمل زيه على قد ما نقدر، فاتقوا الله ما استطعتم، فخطى النبي احنا ماشيين وراه.
بعد كده جم الخلفاء الراشدين الأربعة لسيدنا عمر منهم. سيدنا عمر كان رمز للعدل، رمز للإتقان، رمز للحب والحنية. قد يكون صعب ان حد يبقى زي ميزان حسناته زي ميزان حسنات سيدنا عمر، بس ممكن يهتدي بافعال سيدنا عمر. ازاي كانت علاقته بالناس، علاقته بنفسه، علاقته باسرته بعد ما اصبح حاكم، وهل هيستغلوا الحكم ولا ممكن يبقوا اكثر تقوى لربنا عز وجل واكثر تحفظا وشفافيه في كسبهم. يبدا ينظر لتصرفات سيدنا عمر. احنا لو عشنا بالمنهج ده مش هيكون لنا قدوات، لأن القدوات فيهم ناس عملوا حاجات كبيرة علينا، بس ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. وما كانش هيطلع عمر بن عبد العزيز إلا لما اقتدى بسيدنا عمر وهو حفيده. فعلشان يطلع عمر بن عبد العزيز هو مشي على خطى جده سيدنا عمر الخطاب، ما قالش وقتها هو فين أو أنا فين وسيدنا عمر فين. فإحنا زي ما الشعر بيقول تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. سيدنا عمر كان 100%، أنا هبقى 80 على قد ما أقدر. وهنا ينزل عون الإله لما يشوفني عندي قدوة. ربنا قال خدوه قدوة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الصحابة وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. إذا احنا بنحاول نتبع بإحسان، ده بالنسبة أن حد مننا يطلع حاكم زي سيدنا عمر. طب المحكومين، محدش يقول احنا مش زي الناس بتوع زمان، برضه هنقول ده كان جيل الصحابة وجيل التابعين. احنا كمحكومين هنمشي على خطاه، هنشوف الأدب والإتقان وحب بعضنا والتمسك بالقيم المجتمعية والتمسك بالشغل والتمسك بعبادتنا لربنا البسيطة الوسطية، عاشوا ازاي وهنحاول نقلدهم. لكن هذه الفكرة فكرة انهزامية، احنا فين وهم فين. وهنا انا بحس ان احنا بنلغي وجود عون ربنا يساعدنا. عشان كده انا بطمن كل السادة المشاهدين، ما فيش عمر بجسده وبقلبه، لكن في اتباع لعمر. ما فيش المتبوعين اللي كانوا عايشين ايام سيدنا عمر باجسادهم، لكن في ناس هيمشوا على خطاهم. والنبي قال عليه الصلاه والسلام سددوا وقاربوا، عشان نيجي نشوف من تشبه بقوم حشر معهم. انا لو انا الحاكم هتشبه بعمر فاجي ايدي في ايده، لو انا المحكوم هتشبه بالناس اللي كانوا محكومين عن سيدنا عمر واجي ايدي في ايد هؤلاء الناس المحكومين يعني. فاتمنى ان احنا نشيل العائق ده ونسمع واحنا قلوبنا مفتوح نقدر نبقى زيهم على خطاهم، وقد نكون مش زيهم في ميزان الحسنات مثلا لكن على خطاهم يا رب العالمين يعني. طيب دلوقتي وعود سيدنا عمر للأمة كيف تحولت من مجرد وعود إلى أفعال؟ نعم. كيف كانت البداية الفعلية لعملية بناء الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب؟ نعم. خليني أقول لحضرتك حاجة يا عمر. الحاكم الحكيم هو اللي بينظر للمجتمع اللي عايز ينهض ويشوف إيه أنسب شيء يبدأ بيه. وسيدنا عمر نظر كده لتاريخ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد لما نظر طبعا بالنظرة التعليمية الإلهية، لا الناس محتاجة العقيدة، فبدأ معهم بالعقيدة الأول. الناس كانت بتعبد الأصنام، ثم بعد العقيدة بدأت التشريع ينزل. وجي أبو بكر الصديق، كانت الدولة فيها هزة كبيرة، هي هزة حروب الردة، فنظر فأهم حاجة الدولة محتاجها دلوقتي الجهاد للحفاظ على ثوابت الدين. جي سيدنا عمر بعد بداية استقرار الدولة، بص هي الحضارة بتتبني إزاي. فلما نظر بحكمته عمل ثلاث أسس، يعني طبعا هو عمل أكتر من ثلاث أسس، لكن أكبر ثلاث أسس أسس بيهم سيدنا عمر النهضة والمجتمع. هذه الثلاث أسس عمل بيهم حالة مجتمعية، يعني أقنع المجتمع، وهي دي السنة أصلا، إن سنة النبي ودين النبي عليه الصلاة والسلام والنجاة يوم القيامة وإنك تكون مسلم ربنا يرضى عنك في الثلاث أسس الكبار دول. والحقيقة هو ما أقنعهمش بشيء في خديعة، ده هو ده دين النبي عليه الصلاة والسلام. أقنعهم إن العمل الشغل كسبك هو بابك الأعظم إلى الله. عايز تكون إنسان زي ما ربنا يحب، اشتغل وتعب قوي في الشغل، وده يمكن موضوعنا النهاردة. أقنعهم إن رمز الإنسان الصالح، عايز تكون إنسان صالح أخلاقك هي المقياس، المنظومة الأخلاقية. يبقى أقنعهم بالعمل، عايز تبقى فعلا إنسان عايش كما يحب ربنا اشتغل كويس. عايز تكون إنسان صالح تنجو في الدنيا والآخرة، المنظومة الأخلاقية المجتمع لازم يتفق عليها. ثم الحاجة الأخيرة أقنعهم إن وقود النهضة هو العلم والمعرفة. فقامت النهضة العمرية على ثلاث أسس: العمل، الشغل، ثم المنظومة الأخلاقية للمجتمع متفق عليها، ثم المعرفة والعلم اللي كان سيدنا عمر بيشجع جدا كل واحد يهتم بالعلم والمعرفة. والحقيقة أن دي كانت أقوى ما يميز سيدنا عمر، أنه كان بيخلي المجتمع يتفق أن احنا هنبني مع بعض البلد بالطريقة دي، بالعمل والعلم والأخلاق. علشان كده أنا جاي أتكلم النهاردة مع حضرتك يا عمر زي سيدنا عمر بن الخطاب خلى المجتمع كله مركز في الشغل. وانا الحتة دي دايما كنت بعض افكر فيها، هل فعلا انا لما برجع من شغلي الساعة 6-7 بالليل ابقى مرمي مش شايف قدامي، انا كده انسان صالح؟ ولا زي ما حد قبل كده مرة قال لي هو انت دايما في الشغل كده، هو فين ربنا؟ فاصابني بنوع من الصدمة.
هو مش الشغل ده حاجة ربنا أمر بيها؟ هو أنا لما أقعد تلات أرباع يومي وأراجع تعبان على رأي خالي مرة قال لي إحنا لازم نشتغل ونرجع زي حتة الهدوم نترمي على السرير زي حتة البدلة ولا ساعتها قلت أنا فعلا هل هو ده معيار الإنسان الصالح؟ ده اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب خلى المجتمع يبقى وقود نار في الشغل في الرزق في كسب العيش. وانا بقدم الكلام ده كنموذج للمصريين ووطن العربي كله وعالم الاسلامي ان ده اللي احنا محتاجينه. ان عيب يبقى الصين عمريين واحنا مش عمريين. الصين عدد ساعات العمل 8 ساعات انتاجيتهم 13 ساعه، يعني انا بشتغل 8 ساعات بس حجم انتاجيته اكتر من 8 ساعات، وكذلك المانيا بيشتغلوا 8 ساعات انتاجيتهم 8 ساعات ونص. لسه بقرا احصائيه عن المصريين، في احصائيتين قراتهم. احصائيه بتقول ان الوطن العربي ساعتين ونص او ساعتين وربع بالظبط هو قدرة العامل العربي، وإحصائية تانية بتقول إن بعض المصريين اللي اتعملت عليهم إحصائيات بيشتغلوا نص ساعة في الثمان ساعات. يعني 20 دقيقة بالظبط. يعني إيه بيشتغلوا نص ساعة؟ يعني بنروح بنتكلم بندردش بنهزر بنقرا الإنتاجية هي نص ساعة من 27 دقيقة. ربنا يفتحك أنا مزودها شوية. يعني إيه اللي عمله سيدنا عمر؟ سيدنا عمر فرض حالة مجتمعية إن اللي بيشتغل هو ده العبد الصالح. وانا همشي معاك كده نتجول عمر بن الخطاب كان بيعمل ايه عشان يقنع المجتمع ويفرض هذه الحالة الدينية. بس العمل اول بدأ بنفسه عمر، يعني بدأ بنفسه الله، بدأ بنفسه ازاي؟ انا مش هقعد انظر واقول للناس اشتغلوا وانا قاعد في بيتي. فكان الناس بتشوفه من الصبح من النجمة من بعد صلاة الفجر لغاية ما يخشوا يناموا لغاية نص الليل وعمر بيشتغل. الصبح بتعمل ايه عمر؟ الصبح عمر بيروح السوق بعد صلاة الفجر بيتمشى في السوق بيعمل حاجتين. حاجة الأولانية بيطمن إن مفيش احتكار. في يوم من الأيام سيدنا عمر دخل كل ده الناس شايفاه قدامهم وشايفين ما بينامش إزاي علشان يشتغل شغلته اللي هو خادم المسلمين. الحاكم هو خادم للناس زي ما قالوا إن سيد القوم خادمهم. فالصبح يروح يطمن على حاجتين، مفيش احتكار. إيه اللي كان بيحصل في السوق؟ ناس تيجي مثلا معاها الأكل، مثلا معاها اللحمة مثلا، ده اسمهم الجلاب. الجلاب جايين باللحمة من برا المدينة أو من برا مكة، فيجي واحد غني معاه ذهب كاش يقوم شاري اللحمة كلها، فيمشي الجلاب اللي هم جابوا البضاعة، فيبدأ صاحبنا الغني ده يبيع اللحمة ما بقت عندي، فيبدأ يحتكر ويغالي على المسلمين. فإذا عمر سيدنا عمر بن الخطاب قال لا ونعمة عين، يعني لا والله أبدا مش في عمري الكلام ده، يأتينا الله بالرزق ثم تستعجلونه بذهبكم، بسرعة تشتري بالذهب، ثم إذا مشى أو إذا انصرف الجلاب تبيعونه للمسلمين كما تريدون، والله لا يرضاه هذا أمير المؤمنين. وفرض أن ما فيش حاجة اسمها حد واحد يشتري، وأن اللي يخش يبيع بالاتساق والاتزان والتساوي لكل الشعب، بالذات للغلابة والأرامل والمساكين. حاجة تانية كان بيعملها الصبح سيدنا عمر بن الخطاب أنه كان بيطمن أن في السوق ما فيش حد بيبيع بسعر أعلى. مرة واحد دخل كان بيبيع زيت بسعر أعلى، فقال عمر بن الخطاب إما أن تبيع بأسعار الناس أو تبيع في غير سوقنا ونحن لا نفرض عليك سعرا. أنا مش هقول لك الزيت لو بخمسة مش هقول لك بيعه باثنين، براحتك، بس عايز تبيع هنا احنا بنبيع باثنين. ففرض على الراجل البايع إن هو ما يغليش الأسعار، يفضل كده طول اليوم، وبعدين الظهر يبدأ يحط الخطط، واحنا عندنا حلقة كاملة هنتكلم فيها عن الدواوين وإزاي أنشأ الحضارة، ويجي بالليل يعمل إيه؟ قرر سيدنا عمر بن الخطاب إنه يبادر إنه يشتغل ضابط بالليل. أخذ معاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف فقال له يلا هنحمي المسلمين. بيحكي إمام ابن كثير في البداية والنهاية بيقول في يوم من الأيام كان في تجار جايين عشان بكرة هيبيعوا البضاعة في السوق الصبح، فجم بالليل وصلوا بالليل، فقال عمر لسيدنا عبد الرحمن بن عوف تعالى نحمي المدينة النهاردة، ويتمشى فاكر العسس يقعد يتمشى يطمن مفيش حرامية مفيش حاجة. فإذا به وهو في يوم من الأيام بيحمي كده الناس بالليل، الناس نايمة والحاكم بيسعى بيطمن مفيش لصوص، يسمع طفل بيعيط فيخبط على الباب يقول للست اتقي الله وحمي وارحمي صبيك، فتقول له حاضر، وبعدين يمشي، وبعدين يعدي بعد شوية من نفس المنطقة الولد بيعيط، فقال لها بعد ما خبط إنك أم سوء، إني منذ بداية الليل وأنا أسمع الصبي يبكي، هل أرضعتيه؟ فقالت له إني أهننه بالطعام حتى ينفطم. عمال أقول له هأكلك هرضعك بس أنا مش عايز أرضعه. قال لها ليه؟ هي ما تعرفش سيدنا عمر. ناس تعرفك يا عمر في التلفزيون، لما فيش تلفزيون ناس ممكن رئيس الدولة ما حدش يعرفه، فسيدنا عمر مش معروف، فقالت له عمالة بهننه بالطعام بس أنا مش هرضعه. قال لها ليه؟ قالت لأن عمر لا يفرض ما بيديش أجر شهري إلا للمفطومين. سيدنا عمر فكرة عقلية، أنا مش هدي فلوس شهرية من الدولة إلا للي اتفطم، لأن اتفطم بيرضع مش عايز مش محتاج فلوس. فقالت له أنا نفسي أفطمه بدري. قال لها عنده كم شهر؟ قالت له عنده كذا وكذا أقل من سنتين. يعني أنت عايزة تفطمي بدري
عشان تاخدي الأجر من بيت المال، لأن عمر فرض بس مرتب شهري للمفطومين. قالوا فذهب إلى المسجد في الفجر لا نفهم قراءته من كثرة بكائه، ثم بعد الصلاة خطب في الناس فقال: بؤسا لك يا عمر، ما أكثر من قتلت من أبناء المسلمين. شوف لما واحد يقف قدام الناس، ده أنا اللي قتلت ولادكم يا جماعة باللي أنا عملته ده. ثم كتب كتابا وقال: يفرض عمر لكل أبناء المسلمين حتى المواليد، أول ما يتولد عنده يوم يبقى ليه راتب شهري. ودي كانت أول واحد عملها يمكن في العالم تقريبا، أن يصرف راتب شهري لولاد المسلمين اللي حتى لسه بيرضعه. وقال ليذهب هذا الكتاب للأفاق، من الصبح لبالليل بيشتغل. ونقف هنا وقفة، طب ده شغله، طب كان بيقول إيه للناس؟ عشان يقول لهم أن العمل هو مقياس الصلاح والدين. عارف ليه يا عمرو؟ عشان ما نختلفش. أنت متدين ولا لأ؟ لا نختلف. طب بتصلي في الجامعة ما تصليش؟ طب بتصلي ولا لأ؟ طب أنت شكلك إيه؟ طب لابس إيه؟ طب ليه نقعد نختلف؟ طب ما تيجي نرجع للفهم النبوي العمري. مرة سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في الشارع، فإذا به يشوف شاب ماشي متماوت، يعني ماشي بالراحة كده خاشع. فكان معاه الدرة، الدرة دي العصاية كانت رمز القانون، فضربه على كتفه وقال: يا هذا لا تمت علينا ديننا، امشي عدل، الساعة 9 الصبح احنا شغلنا ولا الساعة 8، انت ماشي متماوت كده ليه؟ بيقول: اصل هو ده راجل خاشع لله. فان ضربه وقال: لا تمت علينا ديننا. وهنا لو وقفنا وسالنا، هو ليه استخدم الكلمه دي؟ ليه سيدنا عمر قال لواحد خاشع وهو رايح الشغل ماشي كده في الطريق خاشع، مش ماشي بسرعه، تعرف لما تسافر بره الساعه 8 الصبح تشوف الناس بتجري عشان في ميعاد، هو ليه قال له انت بتموت الدين هنا؟ اهل العلم بيقولوا الدين هو إقامة مراد الله في مكانه. احنا دلوقتي عندنا برنامج، الدين انك تتشيك، الدين انك انت تحضر. طب الأذان أذن واحنا في وسط الشغل الساعة 12 و10 الظهر بيأذن، الدين اللي انا أصلي وبعدين أصلي الفرض وارجع جري بسرعة للدين اللي هو شغلي. فإذا عبدت الله بشيء لم يشرعه في الوقت انت بتموت الدين. وهنا في حتة جميلة جدا بيقولها العلماء، قالوا: ليس الذاكر الذي يذكر في خلوته. مين اللي بيذكر ربنا؟ الذاكر الذي يبيع ويشتري ولا يغيب الله عنه طرفة عين. عايز تعرف الدين؟ مش الدين انك انت تقعد. لذلك قالوا: ليس الذاكر الذي يذكر في خلوته، انما الذاكر الذي يذكر في مهمته. عندك مهمة الصبح تخلصها، شغلك واكل عيشك ورزق عيالك ومراتك، هو ده الذكر الحقيقي. بس لما الفرض يأذن اوعى تشتغل، روح صلي وارجع بسرعة. وهنا لازم الواحد يقف ويقول ان الصدق هو الذكر. لو أنا بشتغل في وقت لا ينجيني إلا الكذب، أن الكذب هينجيني لو صدقت أنا ذاكر. والإيمان ما وقع في القلب وصدق الله العمل. المسؤولية هي الذكر. لأن أنا الأريح لي أن أنا أتخاذل وما أتحملش المسؤولية، أبقى ذاكر لو شلت مسؤولية شغلي. الأمانة هي الذكر، وقت ما أكسب بالخيانة والغش الأمانة هي الذكر. علشان كده وقت ما الإنسان يدور على ذكر ربنا بمزاج وعايز أستريح، عايز أمشي بالراحة وخاشع، مش وقت راحة، أنت بتموت الدين كده. عايز تحيي الدين روح شغلك بسرعة، اشتغل زي مفرمة زي ما يقولوا، مطحنة زي ما يقولوا بالشعب المصري، بالكلام الحلو اللي يدل ان الانسان فعلا هيروح تعبان. هو ده الدين في وقت الدين. وفي يوم من الايام، واسمع الكلام ده عمرو، وتعالوا فعلا الناس تقولك ايه، بلاش نرجع لورا، لا احنا لازم نرجع لورا في المفاهيم ونمشي قدام بالتكنولوجيا بتاعتنا. مرة سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في الشارع فشاف شاب شكله حلو، قال له: تعالى ألك حرفة؟ أنت متخصص في إيه؟ قال: لا. قال: سقط من عيني. شفت دي؟ أنت عندك سكيلز معينة، عندك مهارات، أنت بتشتغل إيه؟ أنت دكتور ولا صيدلي ولا عامل؟ ممكن بتعمل حاجة أنت متخصص؟ قال: لا. قال: سقط من عيني. وليسقط من عين سيدنا عمر ده أكيد يسقط من عين سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد فاكر لما قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. انت بتشتغل ولا بتشتغلش، انت طالب ولا مش طالب، انت بتعمل ايه في اعمار في شغل؟ قال له: ماليش. قال: سقط من عيني. وسيدنا عمر بن الخطاب دايما باستمرار كان يجمع الناس ويقول لهم في يوم من الايام قبل ما جمع الناس، كان بيطوف بالبيت الحرام فشاف ناس من اليمن بيطوفوا بالبيت وبيسالوا الناس، فقال: من انتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، هنعبد ربنا، ندعي، شط ندعي وشط نشحد، ندعي نقول يا رب ارزقنا ونمدين، نحن المتوكلون. قال: لا، أنتم المتواكلون، إنما المتوكل من ألقى الحبة ثم توكل على الله. وكأنه بيقول التوكل هو اعتماد القلب على الله بعد ما تموت نفسك في الشغل. وهنا لما الواحد ياخد الدين ناقص على وزن لا تقربوا الصلاة بس كده، ويبدأ يقول أن التوكل أن أنا فعلا يا عم
سيبك سيبها على ربنا ويبدا مثلا يقرا ورده كتير قوي. تبقى ماشي مثلا في شغل من اشغال واحد قاعد بيقرا قران في الشغل، دي معصيه الا اذا كان ده وقت راحتك. الواحد يقول لي بس احنا قاعدين ما بنعملش حاجه، اقرا كتاب يطور مهاراتك. انت في الشغل دلوقتي قراءتك لوردك اثناء الشغل انت بتموت الدين، انت مش بتذكر ربنا، ده اثم. طب ما تقراه لما ترجع، ولا انت عايز ترجع تستريح؟ طب ما الشغل، طب الشغل ده كل الثمان ساعات بمناسبه ال 27 دقيقه اللي بتقول عليها يا عمرو، الثمان ساعات دول لو انت ما عندكش حاجه بالظبط تعملها دلوقتي، اقرا كتاب يعلمك تطور من نفسك. ساعد واحد عنده شغل اتقل منك، ما تقولش انا شاطر وخلصت. كل ده في مصلحه الرزق الحلال اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني فرضوا علينا، ان تحلل لقمه عيشك، عشان بعد كده لما اجي ادعي وربنا ما يستجيبش، لان النبي قال عايز تدعي وربنا يستجيب اطب مطعمك. وانا لما اشتغل 27 دقيقه في 8 ساعات انا رزقي حرام، لان مرتبي على قد اللي بشتغله، مش على قد يعني على قد عدد ساعات العمل، مش على قد اللي بشتغله. وكان يقول مكسبة فيها دناءة، اشتغل شغل اكنس الشارع، خير من ان تسأل الناس. اللي بيسأل الناس وهو عنده قدرة انه يشتغل ده انسان، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يزيد ما زاد الله عبدا بمسألة الا حاجة، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ما تسأل انت مش محتاج ربنا يزود حاجتك وفقرك. عشان كده سيدنا عمر يقول اكسب اشتغل كتير من اصحابنا، اشتخرج من كلية كويسة، وبعدين يقول انا عايز اشتغل في التكييف والبس كرافطة وعندي اوفيس بوي يجيب لي الاكل والشرب، ويكون الفرصة اللي معروض عليه السيلز في الشارع يطحن، اقول له انزل اشتغل، مكسبة فيها دناءة خير من انك تاخد مصروفك من ابوك لغاية دلوقتي. وانا عايز التاريخ يقف دلوقتي، ويعني كل الناس اللي بتسمع تسجل الحتة دي. قال عمر بن الخطاب قدام الناس، طلع قدامهم كده وقال لكم انا هقول لكم امنيتي. فالناس كلها بدأت تسمع، ايه امنيتك؟ عمر بن الخطاب هو دراع النبي، لو قلنا دراع النبي اليمين هو سيدنا ابو بكر الصديق عليه الصلاه والسلام، على النبي عليه الصلاه والسلام، دراعه الشمال عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب لان ياتيني اجلي وانا بين شعبتي راحلتي اطلب من فضل الله، ولو جالي اجلي وانا واقف بين الجمال بتاعتي اللي عليها البضاعه في السوق بقول يا جماعه انا ببيع قماش، يا جماعه انا ببيع اكل، لان ياتيني اجلي وأنا بين شعبتي راحلتي أطلب من فضل الله أحب إلي من أن يأتيني أجلي وأنا أجاهد في سبيل الله، لأن الله قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. القصة دي قصة لما ربنا طلب الناس تقرأ قرآن وتصلي بالليل، ربنا قال صلوا بالليل، بس ربنا قال أنا عارف أن في ناس فيكم بتتعب، فاللي بيتعب ما يصليش طول الليل، يصلي على قد ما يقدر. علم أن سيكون صوته مزمل، أن سيكون منكم مرضى مش قادر يصلي طول الليل، وآخرون يضربون في الأرض، ناس بتشتغل يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله. فقال عمر قدم الله العمل على الجهاد، فلأن يأتيني أجلي وأنا في عملي أبتغي من فضل الله بين شعبتي رحلتي أحب إلي من أن يأتيني وأنا أجاهد في سبيل الله. أنا بقول الكلام ده لكل أم مطحونة مع العيال، بقول الكلام ده لكل واحد عمال يقول انا من ساعه ما اشتغلت مش عارف اقرا قران زي زمان. اقرا على قد ما تقدر، ربك الحنين الحنان المنان سيد علم سيدنا عمر انه يقول اموت في الشغل. وهنا والله يفكرني بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، دايما الواحد يقول ايه انا عايز اموت ساجد، ويفتكر ان دي اعلى موت او موت شهيد. سيدنا محمد مات راسه على كتف مراته، على كتف مراته، وهي دي موتة النبي، مش موتة أحلى من كده يعني، محدش يستجري يقول لا أموت ساجد أحسن. خد بالك أنت تتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لما يموت على كتف مراته النبي عليه الصلاة والسلام إذن ده العلاقة الزوجية ليها قدسية. طب لما سيدنا عمر يقول أنا عايز أموت وأنا بشتغل أحب إلي من أن أموت في الجهاد، يبقى لازم أراجع نفسي وأقول لا لا، ده أنا الإنسان الصالح هو اللي بيشتغل، الإنسان الصالح هو اللي بيتعب وبيتبهدل عشان لقمة عيشه، وإن من الذنوب ما لا يكفر إلا بالسعي على الرزق. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب، احنا قدامنا قد ايه يا عمر نتكلم؟ ولا يمكن قدامنا خمس دقائق. خمس دقائق، خليني احكي لك يعني في الوقت البسيط ده، سيدنا عمر بن الخطاب لما يقنع الناس ان معيار الصلاح هو العمل، يبقى لازم الشعب المصري وكل الشعوب بتتفرج عليها تراجع نفسها. لازم اراجع نفسي، هل انا فعلا معاد الصلاه اللي هو 12 وثلث المصريين كلهم بيحبوا ربنا واغلبنا بنصلي، انا هصلي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل أنا لما براعي وقت الصلاة زي ما براعي وقت الشغل؟ هل أنا الدفتر اللي بيتمضي فيه زي ما بمضي كده إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول
سبحانه وتعالى يصلي عليك يعني يرحمك ويرفع قدرك. أنا عايز ألحق الصف الأول عشان أصلي، هل أنا ملتزم بالصف الأول في الشغل إتقانا ومواعيدا زي أنا ملتزم بالصف الأول؟ والخلل اللي بيحصل عندنا في فهم، في فهم إن الشغل دي دنيا، كتير من أصحابي بعتوا لي مثلا بطلاب، هل أنا مذاكرتي تعتبر عمارة للأرض وعبادة؟ الإجابة هي مش عبادة، ده جهاد في سبيل الله، ده أعلى درجات العبادة. النبي بيقول والجهاد ذروة سنام الإسلام. فأنت النهاردة لما تبقى رايح الشغل تعبان وصاحي مكسر أنت في الصلاة. ويمكن أنا أحب أختم بالمعنى ده، يا عمر الشغل صلاة. وأخطأ من قال أن الصلاة هي النسك الشعيرة. سيدنا عمر بن الخطاب والمرة الجاية واحد بيقول تعالى نعمل كذا، وكانوا بيعملوا حاجة مش عايز أحرق، بيعملوا حاجة غير الصلاة، قالوا أنا في صلاة أصلا وأنا بعمل الموضوع ده، خلينا نقولها المرة اللي جاية. فتعالى نقول لبعض، تعالوا نعتبر ان العمل زي الصلاه اتقانا، احنا بنقيم الصلاه بنتقنها، ومواعيدا ان انا التزم بمواعيدي عشان احلل لقمه عيشي. ويبقى كلمه كان سيدنا عمر دايما بيقولها للناس، قال يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم واتجروا. الناس المتدينه اللي بتحب ربنا وبتذكر ربنا وبتصلي، مصريين العرب كلهم بيحبوا، المسلمين كلهم بيحبوا ربنا، لا نتهم احدا ابدا، حتى لو كان اكثر الناس معصيه جواه كده انجذاب نفسي ابقى كويس في يوم من الايام. فكان يقول يا معشر القراء، الناس بتحب القران والذكر، ارفعوا رؤوسكم واتجروا، قد وضح الطريق. قوم ما تمدش ايديك، طريق ربنا هو الشغل. دي بمنتهى الوضوح كانت اول دعيم او دعامه، انا اسف عذرا، من دعائم بناء الحضاره عن سيدنا عمر. انا عايز اموت وانا بشتغل. انت بتموت الدين لو في وسط الشغل انت متماوت خاشع، ده مش الدين. يا جماعة ارفعوا رؤوسكم، اللي ما عندوش سكيلز وتخصص سقط من عيني، ألك حرفة؟ قال لا، قال سقط من عيني. دي الخلاصة بتاع الدعائم او اول دعامة من دعائم الحضارة العمرية، الشغل هو الصلاة والصلاة هي الشغل. وللحوار بقية مع التجربة العمرية ودعية مصطفى حسني الجميل في ان شاء الله الحلقه القادمه. مصطفى بشكرك جدا جدا، انا اشكرك على الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون لقاءنا عشان نستكمل شرف. هنتكلم في ايه المره الجايه؟ المره الجايه نتكلم على ازاي علمهم يتعلموا ان العلم هو وقود النهضه، وازاي علمهم ان مقياس قربك من ربنا ومن سيدنا محمد هو سلوكياتك. ليس. حاجه تانية ما تقيمش سلوكيات بس. ان شاء الله الاسبوع الجاي نستكمل حوارنا مع التجربه العمريه مع مصطفى حسني. وعايز اقول لكم التجربه العمريه مش هتقف بس عند سيدنا عمر بن الخطاب، لكن كمان هتمتد ان شاء الله الى عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. دي كانت اخر فقرات النهارده في 90 دقيقه. بشكركم جدا، التقي معكم ان شاء الله الاربعاء القادم. استكمل معكم 90 دقيقه زميلتي رباب منصور، بعد الفاصل هكون معاكم في فقرات جديده في 90 دقيقه. بشكركم جدا جدا.